كويس وبخير، مش مهم بعيد عني، بس يفضل حسك في الدنيا لأمك ولأبوك كل اللي بيحبوك. أنا كنت جاية بس أقولك الحمد لله على السلامة وأشوف وشك بخير. دي آخر مرة هتشوفني يا صلاح، انساني انساني وانسى حملي التقيل والتفت لروحك. اطمن، اوعى تشغل بالك بيا تاني. انا هبقى كويسه، هبقى كويسه قوي يا صلاح. يلا، ولا على بالك انت، لا شغل ولا قوة عاملة وعطلة ولا جواز وجهاز ولا حب وغرام وانتقام. مادام بتحش في الخس والخيار
هتحمل هم ايه وليه؟ ادخل الباب مفتوح، اكيد حد غريب. يا بنتي الايه؟ انت جبتيني ازاي؟ انت ولا ابوك اللي شغال في السي اي ايه؟ ده انت ما عرفتيش صلاح مين الا لما مكرم قال لك. الاقيكي قدامي هنا فوق سطوح بيتنا. ازيك يا صلاح؟ ازيك يا مريم؟ عاشت الاسامي. لا بس انت لعيبه وشويته كمان، لعبتيها صح في حلقه الجون. هي ايه دي؟ الطريقه اللي وصلتلي بيها اسمك. ما هو مكرم حكالي، قال لي كنت هموت واعرف لك اسمها، وكبران عليا اسالها دريك، يقصد دايركتلي يعني. قلت لها لما ارجع المستشفى اقول له مين هي رخرة كبران عليها ترد عليا وعرفانه من خليه امي. ما انت لو قلت له قابلت مريم هو كمان هيقول لك مريم مين. قال لك اني قلتها بالطريقه دي في الجون. الحقيقه انا كلمت الشخص ده دقيقتين، حسيت انه غلس على الاخر، بس بعدها قلت يمكن ظلمته. دلوقتي بقى اتاكدت. هو من ناحيه غلسته فانت ما ظلمتيهوش، لكن مش هتلاقي اخوه في طيبه قلبه ومجدعته. عموما ده مش موضوعنا. طيب اقعدي استريحي شويه، خدي نفسك من السلم. مفيش لزوم، انا كنت جايه اقول لك الحمد لله على السلامه قبل ما اسافر. يعني انت كمان دي اخر مره اشوفك فيها؟ يعني ايه انا كمان؟ صفاء كانت هنا، شفتها وهي نازله على السلم. مبروك مقدما. كانت جايه رخرة تسلم عليا قبل ما تتخطب وتقول لي ان دي اخر مره اشوفها. ده الكارت بتاعي فيه كل بياناتي، اسمي بالكامل، وكتبت لك عنواني في اسكندريه. اللي ورا ده رقم التليفون، سوري الموبايل زي ما بتقولوا عليه هنا. بتديني الكارت بتاعك في اخر مره اشوفك فيها؟ محدش يعرف، يمكن تحتاج توصل لي قبل ما اسافر في اي ظروف يعني. اقول لك باي بقى. طيب مش هتديني هديتي قبل ما تنزلي؟ هترجعي بيها؟ ومين قالك انها ليك؟ ما هي لو مش ليا يبقى اكيد لكرومبا، ونيابه عنه بقول لك ميرسي يا مس. بعد اذنك. خير يا متر. للأسف ده تقرير من اللجنة الهندسية بالحي، بيطلب إزالة العمارة لحد سطح الأرض. يعني الراجل فتح مخه وحل كيسه زي انت بقولت. ما كانوا السكان اتفقوا يعملوا لي توكيل؟ لا حاضر. أنا هعمل حاجة تانية خالص. ما تسيبك من العمارة الهم دي وتعزل يا أخي. ده انت تقدر تشتري عمارة بحالها مش شقة. ابعد عن الراجل المعفن ده رؤوف، واشتري دماغك وسيب له العمارة يولع بيها. لا مش رؤوف اللي يسيب حقه، ما يبقاش رؤوف. حقي أنا أمره سهل، لكن حقوق بقية السكان اللي ما قدروش يعزلوا ولا يشتروا عمارات وقصور زي ذنبهم إيه؟ ليه يبقى في قانون مليان ثغرات يخلي أي واحد ساكن في شقة يبقى متهدد إنه يطرد من بيته؟ أو ده اللي مش هقدر أسكت له أبدا. ما تتعبوش نفسك يا اخوانا مع رؤوف، ده طبع وجينات في الدم. احنا من يوم ما عرفناه لا مره قال وانا مالي ولا يلا نفسي، من يوم محامي روحه على اللي له واللي ملوش فيه. ما سمعتش عمرك المثل اللي بيقول ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك؟ انا اقطع دراعي لو المثل ده مصري، ده متسوس على المصريين. تلاقي نصيحه من مله من احتلت مصر 3000 سنه. ما فيش مصري يحط ابنه تحت رجليه عشان يعلى شويه عن الميه ويعيش هو وابنه يموت. يعني يموت ابنه بايديه الاثنين عشان يعيش وتقول لي مصري؟ اتفضلي يا نيمه دوقي عمايل ايديا، ده محشي ورق عنب، ودي ملوخيه، ودول فرختين بلدي. وليه بس التعب ده يا حبيبتي؟ دي ماما هي اللي قالت لي، شافتني بطبخ قالت لي اعملي حساب ننتك ام مصطفى. ماما والله فيها الخير. ده فضلة خيركم، خير مصطفى ده مغرق الكل. أغرف لك تتغدي يا نينا؟ لا يا حبيبتي ما أقدرش أكل لما يجي مصطفى، أصل إحنا بنفتح نفس بعض. أنا هقوم أعمل لك كوباية شاي. ما تخليش أربط.
شربات؟ كنت عايزة أتكلم معاكي شوية. خير يا بنتي؟ مش عارفة إذا كنت ملاحظة إن أنا ملاحظاه ولا لأ. اللي هو إيه؟ مصطفى يعني، أنتي مش واخدة بالك من اللي بيعمله معايا؟ إشي لأبويا وإشي لأمي، ده حتى الواد علي مغرقه في خيره. هو ده طبع مصطفى من يوم يا بنتي. يبقى أنتي مش واخدة بالك. خلاص يبقى خليه لما هو يفتحك. أنا اللي فتحت يا صفاء. سألته بتحب صفاء يا ابني أخطبها لك؟ قال لي يا أمي أنا بحب التراب اللي بتدوس عليه بجزمتها، لكن تخطبها لي؟ لا. وده يبقى اسمه إيه ده يا حاج؟ واحد بيحب واحدة للدرجة دي ما يرضاش يتقدم لها؟ قال لي أنا فين ياما وهي فين؟ شايفني ساكنة في قصر المنتزه ولا راس التين؟ قال لي عايزاني ياما تقدم لها عشان تتجوزني، وهي مغصوبة محروجة مني عشان وقفت جنبها. قال لي يرضيكي ياما إنها تتجوزني. رد ديون. وأنا ألاقي دفر مصطفى فين؟ هو ده راجل؟ ده ملاك. ملاك عايش بالغلط في وسطنا. ربنا يكرمه ابن بطني على قد عمله ونيته. بصي بقى يا حاجة، أديكي شفتي إن ابنك عمره ما هيتقدمني، وهو قال لك ليه؟ ممكن تجيبيها أنتي من ناحيتك؟ هي إيدي اللي جابها. يعني أنتي اللي تشجعيه، تشوري عليه إنه يتقدم لي، وأنا طبعًا استحالة هكلمه في موضوع زي ده، وهو نسبناه هتفضل الأفكار دي معلقة في دماغه وعمره ما هيقولها. قولي آه الله يسترك وخلصيني. ده وقوع البلا ولا انتظاره. عاوز اعرف راسي من رجليا. نفسي ارتاح بقى. تعبت يا عالم. بس انا كمان مش موافقه على انه يتقدم لك، وقلت له كده. ليه بس يا حاج؟ مش عشان الكلام اللي قاله لك وبس، عشان انا عرفت بقلب الام ان انت مش المصطفى، وانك انت مش هتساعديه. هاجي النهارده واشور عليه انه يتقدم لك يا صفا. صدقيني يا حاجه، وربنا المعبود ما هلاقي في الدنيا زي مصطفى، ولا انت هتلاقي واحده في الدنيا تفهم ابنك قدي. اطمني على مصطفى معايا يا حاجه، استخيري ربنا وكلميه. دي خطوبه، ولو لقيتيني قصرت معاه في حاجه هتبقى حته دبله وهرجعها لك بنفسي. جربي كده، جربيني، جربيني وسعدي قلب ابنك. ما هو ده اللي انا خايفه عليه، قلب ابني مصطفى. وما لو عرفتي قلبي انا واللي هيجراله، كنت قلتي ايه؟ يعرف يا صغير على الادفوت ولا حديمه، تلابس وبغير وهتشرب مرق الكتكوت. وبعد يا معلم ما تشرب مرق الكتكوت تحل بحته هريسه من السيد البدوي. خد ها، اظن انا بقى كده اطمنت عليك بعد ما انت عملت العمليه. قلب جديد، قلب حديد. الله، حلو قوي الشعار ده. بقول لك ايه، ما تيجي نبيع الشعار ده للدكتور اللي عمل لك العمليه. لا دكتور ايه، احنا نبيعه للشركه اللي بتصمم الصمامات. اولى يا دي احمد بقى خيلتني. خلاص يا عم، اديك هترتاح من خيلتي وغلاستي، وان كنت برضه هتتحرم من افكار العبقريه الى الابد. انت هتتجوز يلا؟ مسافر. مسافر؟ قلت ايه؟ مسافر. مسافر. انت مسافر؟ هتسافر فين انت؟ ما تخافش، مش هروح بعيد، يا دوبك هعدي البحر المالح. هتلاقيني واقف الناحية التانية، وانت واقف على الشط في مكانك اياه تلاقيني واقف لك هناك وبقول لك باي باي. شط ايه ده؟ ما طنطا يلا. ايطاليا. وسلم لي على البونجورنو واحلى صباح بالطولياني. ومين جاب لك الفيزا وتذكره الطياره؟ يضا انت ما معكش جنيه حق الميكروباص. وانا هشغل بالي ليه؟ كل حاجه متوضبه. انا هطلع من هنا بالاتوبيس على السلوم، وهناك هيستنونا ويركبوكوا مركب تعدوا بيها البحر وتدخلوا بيها ايطاليا في نص الليل. ايه ده، انت رحتها قبل كده من ورايا يا حمار؟ انت ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش التلفزيون؟ يا هتقبض عليكم في ايطاليا ورحلوكم، يا المركب هتغرق بيكم، يا هتقبض عليكم وانتوا لسه في ليبيا ورجعوكم. ويا ريت ده اللي يحصل، تبقى امك ده عيالك صحيح. يا سلام،
ما هو ابن عمي سافر بنفس الطريقه دي من سنتين، ولا حاجه من اللي انت قلتها دي حصلت له، عايش وشغال واخر نغنغه. يا سلام ابو صلاح، يا سلام لو شفت الشرايط اللي بيبعتها لابوه وامه، يا سلام بيته وعربيته. ولا البنات، البنات ابو صلاح اللي قشطه واللي عسل واللي عسل بالقشطه واللي شبه الزبده السايحه النايحه يخلوك تنزل فيهم لهط. ما فكرتش على ما توصل لهم وتنزل فيهم لهط ممكن يجرى لك ايه؟ انت اللي بقيت تشقى امي، يعني هو كل واحد بيعدي الشارع بتخبطه عربيه؟ وليه الفكره الهباب دي من اساسه؟ ليه يا مكرم؟ وهو ايه اللي بيرميك على المر؟ مش اللي عمرنا منه؟ بلدنا هي قدامك مش عاوزانا، بنتشقى كتير وما بنحددش الناس، فكترنا عليها مش عارفه بقى تعمل ايه فينا ولا بينا. خلاص كفايه، تقلنا عليها كان الله في عونها. وبعدين مش جايز يكون رزقنا في ارض تانية. مبروك يا حاج، قرار ازاله ما يخرش الميه. ما هو البركه فيك برضه. لا يا حاج العفو، البركه في كيسك اللي ربنا هداك وخلاك تحل وتفرج عن اللي فيه شويه. صح، ما هو اللي فيه ده بصحى كل يوم الصبح الاقيه متكوم قدام باب الشقه. ادي اشتغل بذمه شويه ضمير، نقر وسمعني. ها هننفذ امتى؟ هنركع العمارة الشؤم دي امتى فوق راس سكانها؟ لا لا لا، تنفيذ ايه؟ تنفيذ ايه يا حاج؟ لسه التنفيذ بدري عليه، حباله طويلة. نعم يا اخويا، حباله دي انطالت هلفها حوالين رقبتك ان شاء الله. ما هم السكان هيعملوا استشكال وهيطعنوا في القرار. قوم ايه؟ قاضي المحكمة الابتدائية هينظر في الطعن ويقرر ايه؟ تعيين خبير من وزارة العدل علشان يكتب تقرير جديد. تقرير تاني؟ وافرض الخبير ده قال ان البيت صاغ سليم؟ في الحالة دي احنا ايه؟ هنطعن في قرار خبير وزارة العدل. لسه هنطعن؟ قوم قاضي الاستئناف يعمل ايه؟ هيقرر تعيين لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل يكتبوا تقرير. تقرير تالت؟ ده طبعا هيقول ان العمارة سليمة وزي الفل وتعيش 100 سنة قدام. انت بتكدني؟ عايز نفرع من الغيظ؟ بتفرحني بفلاحتك بسلامة العمارة؟ قوم يجي القاضي في النقض عامل ايه؟ يطلب لجنة من كلية الهندسة على حساب السكان تحط تقريرها اللي هو نسخة من تقرير اللجنة الثلاثية بتاعت وزارة العدل. نقوم احنا ايه؟ طعنين في قرارها؟ لا خلاص، وصلنا لاخر المشوار. النقد ده يعني حكم نهائي مالوش طعن. حكم نهائي ان العمارة سليمة؟ مظبوط. ده انا كنت اطعنك في كلاويك مادام مفيش طعون تاني. ومين بروح امك في روح وتقطن لمشوار الهم والغم ده؟ ده ولا اولاد ولادي يلحقوا يطلعوا البرج. ما هو ده اللي انا عايز اوصله لك يا حاج. الواحد ما هوش ضامن عمره، يا عالم هيطلع عليه نهار ولا خلاص بح. ولما هو ده اخر المشوار بتخليني ليه اكع دم قلبي وادفع لمهندس الحي؟ اديني نورتك عشان تختار سكه من الثلاثه، تقرب البعيد وتنول لك المراد. ثلاثه غير السكه اللي تقصر العمر دي؟ اكيد. اسمع، حكم انا ناقص حرق دم. امتى بقى السكان زيك تمام عارفين تفاصيل الرحله المرهقه دي، مع ان اخرتها في صالحهم، لكن هيجيبوا منين عمر وفلوس ومحاميين؟ تقوم داخل انت رامي كل شقة كام باكو يخرجوا في امان الله. كام ايه باكو؟ انت فاهم انه باكو شاي؟ الله يخرب بيت دي شورة. بلاش، احنا عارفين كيسك له فتحة واحدة، اللي يدخل ما يخرجش الا بخلع الدرس. السكة التانية هي اجرة شوية بلطجية. ودول هيعملوا ايه؟ هما كام شقة، ده علقة تكسحوا، دي ازازة مية نار على وشها، الباقي كش والكل يخرج برضه في امان الله. لا 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 لا، ده انا اسمي في الحته الحاج سيد، يعني ماليش في اي سكه حرام. احسن برضه، الجبن سيد الاخلاق. مش هينفع غير السكه الثالثه ودي اخر ما عندي. ادعي ربك يكون من وراها فايده، عشان انا كمان جبت اخري معاك. والقضيه شغاله وكله بالقانون. هنلعب شويه في العمار، هننسف دوره الميه عندك في شقتك. هي كام ماسوره ميه على صرف صحي الواد مرسي يقرقد لنا فيهم كل يوم بالليل شويه؟
الحيطان تنشع تبوش، مش عايزين غير دورة مية واحدة هي اللي تقع، وما فيش ساعتها خبير هيقاوح، هتهد براحتك ونقولك مبروك. دي سكة معقولة تحافظ لي على حقوقي من غير لا ضرر ولا أذية؟ آدي تقريرين صادرين من الإدارة الهندسية في نفس الحي، واحد بيقول العمارة سليمة والتاني بيقول العمارة هتقع ولازم تتهد، والاتنين ماضي عليهم رئيس الحي. رحت قابلته قال لي دي امضة شرفية لازم احطها بعد موافقة الإدارة الهندسية. قلت له شرفية ازاي اذا كانت القرارات دي مش هتتنفذ الا وامضتك عليها؟ صور سيادتك كان ايه رده؟ قال لي انا ضابط سابق في المدفعية افهم في المدافع لكن ماليش في الهندسة. كل رؤساء الاحياء كده، ضباط جيش او شرطة على المعاش. طب ومين المسؤول عن تعيينهم دول؟ المحافظ اللي هو غالبا بيكون ضابط سابق ووزير التنمية المحلية. الحقيقة تعيين ضباط جيش او شرطة سواء كانوا محافظين او رؤساء احياء الغرض منه ضمان سلوكهم، مش فاسدين ومش هيرتشوا. وايه الفايدة من تعيين راجل نظيف؟ ادي مهندس ومدير ادارة هندسية قبض وزور ورئيس حي شريف لكن ملوش في الهندسة، مضى وراه. أنا أقدر أوعدك إن موضوع العمارة بتاعتك يتحل فورا وينتهي بشكل سليم بدون إزعاج. أشكرك. أما أساس المشكلة زي ما حضرتك ما وضحته، فهنحاول نخلي عضو من الحزب في مجلس الشعب يطرحه كاستجواب، ونحاول نوصل لقانون يحط بيه الرجل المناسب في المكان المناسب. يا ريت. بتهيألي كفاية علينا لحد كده نظرية أهل الثقة، رجالتنا بتوعنا مش أهل الخبرة اللي شايفين وعارفين شغلهم بيتعمل إزاي. في رقبتك وفي ده في عينيا. هي كلها اسبوع بس مش اتنين، لانه جايز كده اسلمه لعمته لو انا سافرت قبل ما ترجع. ياه انت لسه فاكره؟ فاكره ايه؟ حكايه السفر دي. دي مش حكايه، ده قرار هنساه ازاي وكل يوم بياكد لي انه قرار صح. طيب ابقي سلمي لي على كاتي صاحبتك، ده انت شفتيها ومش هشوفها ليه؟ يا ستي ما تدقيش، ما تعرفيش الدنيا بتعمل فينا ايه، مش يمكن توصلي تلاقيها راحت كده ولا كده. مروتي حبيبتي جاهزة؟ جاهزة يا مروتو. يا مرسي انت مش باين بقالك كام يوم، لا انت ولا عم حسين. كنا في البلد يا باشا. امال فين عم حسين؟ استريح خلاص يا باشا وتربطه. عم حسين مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مش قادر أقول لك البركة فيك. مات في عز شبابه يا ولده، ساب بدلة الفرح على السرير، ثم البركة فيا طبعا. هم البركة في مين؟ في أمي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أهي خلية لمرسي الزفت. انت هتريح كده ليه يا اخوي؟ قوم غير هدومك على ما حضر لك لقمه تاكلها، تلاقيك ما دقتش الزيت في مصر. ماليش نفس دلوقتي يا صبيح. ايه يا رؤوف؟ انت هتخلي سيره الموت تاثر عليك ولا ايه؟ موت الابطال بس هو اللي بياثر فيا، وعم حسين ده كان بطل بطريقته في زمانه. اهو زمانه ولا يعني الموت بقى ارحم له من العيشه جنب مرسي الزفت. انا رايحه احضر الاكل، انا قاعده مستنياك من غير غدا. صح، مفيش اصعب على اي انسان من انه يستنى بعد زمانه ما ينتهي ومكانه تتغير معالمه. معقول انتهي نهايه عم حسين؟ طب الواحد يبقى ذكي ويغير نفسه كل ما يتغير زمانه ومكانه، طب يفضل ايه منه في الاخر؟ Thank you.
سريع. انت وضبتي شنطتك خلاص؟ مش للدرجه دي يا بابا، على الاقل مش قبل ما ترجع مره. وفي عهده ولازم اسلمها. ما انا عارف. يا سلام، ده انت لو شفت نفسك في المرايه وشك كان لون الكركم. احنا وصلنا الكركم؟ لا يبقى مش مسافرين خلاص. طب الكركم ده لونه ايه؟ معرفش، بس عمته كل ما اسيب اكل في طبقي تقول لي كلي وشك بقى لون الكركم. هي اكيد حاجه ليها علاقه بالانيميا والدم. طب بما انك بقى قاعده معانا شويه، ممكن تيجي معايا الفرح اتنين اصحابي، نبيله وسعيد. تبع صحابك زمان؟ لا، نبيله دي صاحبه واحده تبع زمان، لكن جوزها ده هايل. بابا دول صحابك انت؟ لا، بس نبيله دي عندها بنتين في سنك، لزاز على الاخر، هتحبيهم قوي وهتنبسطي معاهم قوي كمان. معلش خليني انا مره تانية. لما نبيله وسعيد يتجوزوا تاني صح؟ بابا حبيبي انا مش في مود افراح، روح انت وانبسط. يا ماما هتسمعني ازاي كده؟ سامعك يا توتا، سامعك. انا حط النضاره على عناية مش على وداني. ماما هتتجوز. لا يا توتا، انت اكيد بتهرجي. ايه وجه التهريج في الخبر ده؟ مامي هي مش ست برضو ولا انت شايف ايه؟ ست الستات طبعا، بس ملهاش في الرجاله، قصدي ما بتحبش الرجاله، بيفوروا دمها. مش اي راجل طبعا. مها كنت مقطعاني قلت اسيبك براحتك، لكن جايه من بيتكم النهارده مخصوص علشان تقلي ادبك عليا، نازله عليا عدل عشان تعكنني عليا بطوله لسانك. انا حبيت اقول لك جايز الخبر يهمك. وخبر زي ده هيهمني في ايه؟ ما خلكش تعمل محاوله، مجرد محاوله انك ترجع لها. والست اللي معايا دي هعمل فيها ايه؟ ما انت بتغير فيهم كل كام شهر، ومسيرك هتسيبها زي اللي قبلها؟ مش هتقدر تسيبها عشان خاطر ترجع لماما؟ انا مش هزعل منك المره دي، لان اكتشفت ان بنتي حبيبتي عندها خلل عقلي. انا بقى مش مجنون زيك عشان تيجي في دماغي فكره طاقه زي دي. انا اتهبلت في عقلي عشان اعرض على امك ترجع لي؟ ده مش بعيد انها تضربني باقرب حديده ايديها طولها. اهو يبقى اسمك حاولت. وساعتها بقى اذا رحت فيها ولا حصلت لي عاهه مستديمه يبقى يكفيني شرف المحاوله. انت عارف ايه اللي ضايقها منك، قول لها انك اتغيرت. اكذب واروح النار. خلصت ولا اتوزع كمان شويه؟ لا تتوزع. ايه يا توتا، يا ريتك ما قمتي. بابا عنده حق، وياريتني انا ما جيت. هي بنتك مزعببها على طول كده ليه؟ عمرو قفل امريكاني؟ والله انا قلت كده من اول ما شفته. يعني ايه قلت؟ كنت عارف ان ده هيحصل ولا قصدك اتمنيت ان ده يحصل؟ الاتنين مع بعض. يلا الف مبروك يا موز. قلة الادب دي ما تطلعش قدام رؤوف خالص. خايف يرجع في كلامه يقول الست دي موزة الاسكندرية بصحيح، بس ما تلزمش من ابنها الصريح. قصدك القبيح. مين اللي بيغني ده؟ ده باين له عمرو دياب عشان البنات بتحبه قوي. لا لا ابدا، ده محمد حماية. انت بتسمع الاغاني دي يا حاج؟ ايه يا اخويا ده؟ بقى انا في امريكا كان اسمي رؤوف المصري، ارجع مصر ابقى رؤوف الامريكاني. مش مهم اونكل رؤوف ليه؟ حضرتك اجمل اونكل رؤوف في الدنيا كلها. بصراحة كده انا في حاجة نفسي اعملها ومش عارف، يعني نفسي احضنك. تعالى بحضن عمو. الف مبروك. مبروك. بعد اذنكم بقى هعمل جولة في الفرح. يا رب يا رؤوف مريم تفرح لنا زي باسم كده عشان سعادتنا تكمل. باسم مين؟ دي هتحبك وتتعلق بيكي اكتر مني انا شخصيا. مستحيل مستحيل اي حد في الدنيا يحبني اكتر منك. انا بصراحه لغايه النهارده مش عارفه انت بتحبني ليه. ولا انا. اتفضل. ايه ده يا سعيد، جايب لي شبكه؟ هو انا عيله؟
دي هدية، تعبير بسيط عن مشاعر. دي مشاعرك تقيلة قوي، خدلت دراعتي. ألف مبروك يا طنط. أنا عارف إن حضرتك صغير على طنط دي، بس والله بقينا أنا وإخواتي محتارين نقول لحضرتك إيه. يا حبيبي أنت وإخواتك عيالكم ما شاء الله طولكم، إنما أنا بنتيني لسه في الجامعة. كان ناقص يقول لي يا نينا. يا نبيلة بلاش تفاهة الستات دي، مش لايقة عليك. حنون، في حاجة عمري ما عرفتها عنك ونفسي أسألك عليها. اسأل يا قلبي. ايه؟ تعرفت رؤوسي زي كده يعني؟ هاي أساعدك؟ هاي أهلا. معقول نجمة السهرة هتساعدني بنفسها؟ عجبتك؟ هايلة، تجنني. أنت بتدرسي رقص؟ قصدي بتدرسي حاجة فنية؟ أنا في كلية العلوم. بجد؟ أستاذ رؤوف ممكن أقابلك؟ ما احنا متقابلين أهو. من فضلك في موضوع مهم بجد عايزة أتكلم فيه مع حضرتك. محتاجة مش عايزة. تحت أمرك مدام، بجد ومحتاجة مش عايزة. إيه أخبار الولد اللي عرفنا إن اسمه صلاح؟ شفته بعد ما طلع من المستشفى مرة واحدة وسلمت عليه وقلت له إني مسافرة خلاص. هتسافري تعملي إيه لوحدك في بلد زي أمريكا وإنت عمرك ما قدرتي تتواصلي فيه مع حد؟ هنا نفس الشيء. لا، هنا في أنا، أبوك اللي إنت عارفة قد إيه بيحبك، وعمتك اللي بتموت فيكي، وبنت عمتك، ورؤوف الصغير. هتسيبيني لوحدي يا مريم؟ انت في بلد وانا في قارة تانية؟ ده انت عمرك ما بيتي ليلة بعيد عني. بابا انا كبرت، ولو كنا كلنا لسه في امريكا كنت هكبر واتجوز واروح ابات في بيت تاني بعيد عنك. بس بيت تاني في قارة تانية خالص. بابا بجد المرة دي لو بتحبني صحيح وعاوزني أبقى مرتاحة ومبسوطة سيبني أسافر. خلاص سافري وسيبيني، أنا هلاقي لي واحدة ترضى تعيش معايا الشوية اللي باقيين. يا سلام، أنت عمرك ما هتتجوز لأنك مش هتلاقي الست اللي تدخل دماغك قبل قلبك. لا، في كتير، بس واحدة منهم ترضى بيا. بابا شكلك حطيت عينك على حد. قول بسرعة، شفت مين في الفرح اللي عزمتني عليه؟ أكيد الستات كانوا بيترموا عليك وانت حطيت عينك على واحدة منهم، صح؟ لو ده حصل تفرحيلي. طبعا يا بابا، كفاية اني هبقى متطمن عليك بعد ما سافر. يعني انت تطمني عليا وانا هنا وانا قلبي يفضل يوجعني وانت هناك؟ العروسة هتخفف لك قلب وهتنساني وانت في حضنة. مبروك يا حبيبي. هتاخد قهوة معايا؟ هاخد. سادة مظبوط؟ سادة مش مظبوط. من فضلك انا موفرة كل قوتي عشان الموضوع اللي جاي اكلمك فيه. كل قوتك مرة واحدة؟ أنا عارفة طبعاً موضوعك مع طنط حنان، بس أنتوا لسه ما جوزتوش. نظرية الاحتمالات بتقول لنا إيه؟ إن ممكن الموضوع يكمل وتتجوزوا، وممكن ما يكملش لأي سبب في الكون. تمام، نظرية الاحتمالات بتقول كده فعلاً. إذا حصل واتجوزتوا يبقى ألف مبروك، أنتوا فعلاً حقيقي تستاهلوا بعض. وإذا ما حصلش؟ خليني في بالك، أنا مستعدة وجاهزة أتجوزك.